النادي الألماني ريال مدريد الإسباني الدور أبطال أوروبا تشامبيونز ليغ الجولة الثانية وشاهدنا مباراة كانت قوية وين بروسيا النادي الألماني وين نقولوا باللي فاجأ بالأداء ريال مدريد وين شفنا كيفاش ماركوس في الدقيقة في الشوط الأول في الدقيقة 33 وانتهى الشوط الأول بهدف لصفر. شفنا كيفاش ماركوس توريم الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 33. ماركوس توريم يعود ويسجل الهدف الثاني وليه ولناديه في الدقيقة 58، يعني مباراة وين كانت قوية وشاهدنا ريال مدريد دخل بالخطة زيدان اللي دخل بالخطة 4-3-3. شاهدنا بروسيا دورتموند بروسيا النادي الألماني وين لعب بطريقة نقولوا بطريقة ذكية جدا، طريقة نقولوا باللي الطريقة التقليدية 4-4-2 أمام عملاق ريال مدريد. وشاهدنا كيفاش الأهداف، شاهدنا يان الحارس تاع النادي الالماني، شنا ستيفان، شنا ماتيش، نايكو، شنا رامي بن سبعيني الذي ادى ما عليه، شنا كريستوف، شنا جونز، فوران، لاريس، احسن بالي، شنا ماركوس تورام المسجل الهدفين. يعني كانت المباراه وين شاهدنا كيفاش زيدان اللي دخل بالتشكيله كواترا في الحراسه، فاران، سيرجيو راموس، ماندي، فيدريكو، كاسيميرو، توني كروس، ماركوس، لوكاس، كريم بنزيما، جينيور اللي خرج في الدقيقة 70 دخل مكانه هازارد، يعني نقولوا دخل مكانه لكن بدون جدوى. شاهدنا كيفاش كانت المباراة، مباراة كانت قوية وين نقولوا باللي كانت قوية، بروسيا النادي الألماني وين قدم مستوى كبير، نقولوا قدم لعب بقوة أمام ريال مدريد وين غلق كل المنافذ. شفنا كيفاش التغيير اللي داره زيدان، مهاجم يعني من أجل التسجيل من أجل العودة في 20 دقيقة الأخيرة، وشفنا دار تغيير في آخر دقيقة آخر 20 دقيقة من أجل العودة في النتيجة. لكن شاهدنا كيفاش بروسيا النادي الألماني وين عرف كيفاش يسجل، عرف كيفاش يحافظ على النتيجة. هذه هي النتيجة، هذه الجولة الثانية، بروسيا النادي الألماني يفوز على ريال مدريد في الشامبيونز ليغ الدور أبطال أوروبا.